هذا وتوافق اليوم الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، ففي مثل هذا اليوم من عام 69 اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية إرهابي يدعى دينيس روهان المسجد الأقصى وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. 53 عاما على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك في أغسطس عام 69 التي نفذها مستوطن متطرف أسترالي الجنسية إرهابي يدعى مايكل دينيس روهان الذي أشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى المبارك